وقت الدوام في رمضان أقل والانشغالات هم أقل. لو خصصت الأم أو الأب في هالشهر ساعة للأولاد، ولو خصص الأولاد في هالشهر ساعة لأهلهم. إذا شبهنا كل ساعة بطابوقة نبني فيها، يعني ممكن نبني طوفة كاملة بطول عرض. واللي عنده إصرار ويخصص وقت أكثر ممكن يبني بيت كامل بـ30 يوم في شهر الخير. في رمضان يا حلو يا معتنا.